بالرباط عقد رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي شاكب الموسى مساء أمس لقاء مع قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. الاجتماع الذي تمحور حول مجموعة من النقاط العامة أسفر عن الاتفاق على عقد لقاءات أخرى مستقبلا وفق ما صرحت به القيادات الحزبية التي حضرت اللقاء، والذي جاء بشكل جماعي هذه المرة بعد لقاءات حضرها كل حزب من الأحزاب الثمانية منفردا. تنفيذا التعليمات ديال جلالة الملك الله ينصره، قامت اللجنة خلال الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع بلقاءات مع كل الأحزاب اللي هي ممثلة في البرلمان ومع الهيئات النقابية ومع كل الفاعلين الاقتصاديين، لأولا تقديم تقرير وأيضا الإجابة على واحد العدد ديال الأسئلة بالنسبة لهذا التقرير والتوصيات اللي جات فيه. اليوم بدعوة من مجموعة ديال الأحزاب حضرنا كلجنة في إطار هذا تكميل نقاش حول توصيات التقرير وحول الآليات اللي جا بها هذا التقرير، باش نفسروا لكل الأطراف المعنية ما وراء هاد التوصيات وشنو كان الهدف منها. اعتبرنا بأنه الأحزاب الثمانية تكون حاضرة لبلورة واحد التصور حول هذا الميثاق الوطني المنصوص عليه في المشروع التنموي الجديد، حول كيف سيمكن صياغته، ما هي الأهداف اللي غنرسموا ليه، ما هي الحدود اللي غنرسموا ليه، وكذلك ما هي طبيعة الصياغة اللي غادي نضموه في هذا. وبعد ذلك ستأتي اجتماعات أخرى وستتم اجتماعات أخرى لتحديد الصياغة ديالو المضمون ديالو اللي غيوقعوه للأمناء الثمانية. هذا النموذج التنموي، هذا المشروع ديال النموذج التنموي كيوصي بالتوجه إلى وثيقة وطنية للتنمية، وهذا هو موضوع ديال اللقاء ديالنا، وكنتمناو أننا كنا نوصلوا لهذا الوثيقة في أقرب الأجل. إن شاء الله سنساهم من موقعنا في هذا الورش المهم، عسى أن نخرج ونبلور في النهاية نحن جميعا أحزاب سياسية مساهمتنا التي نأمل تكون مقدرة ومميزة أيضا بما يجعل هذا الميثاق إن شاء الله نبراسا لنا لكي تنخرط بلادنا في مسار جديد. تبلورت القناعة اليوم على ضرورة الانخراط في ميثاق وطني. هذه القناعة، هذا لقاء أولي للتداول بشأنها، ماذا يجب أن تحتوي عليه هذه القناعة، شنو هي الأشياء اللي خصها تكون في هذا الميثاق، وهو ما سيكون موضوع تشاور بيننا اليوم. نعتبر بأن هذه اللحظة مفصلية بالنسبة لبلادنا، وينبغي أن نعطي في الواقع نفس جديد بناء على ما جاء به هذا النموذج، وعلى الأحزاب السياسية أن تتملك هذا النموذج وأن تحدد ما هي الأولويات وما هي الاختيارات الكبرى التي ينبغي أن ننخرط فيها جميعا لبناء مغرب قوي، مغرب العدالة الاجتماعية، ومغرب يوفر لكل المواطنات والمواطنين فرص للارتقاء الاجتماعي في بلادنا. بالنسبة لنا في حزب تقدم اشتراكية سيكون لنا أن نترافع حول ضرورة إثبات وتثبيت الفضاء الديمقراطي وتقوية الفضاء الديمقراطي والمؤسسات طبقا لدستور 2011، كيف يمكن أن يساهم ذلك كذلك في تحرير الطاقات، وتحرير الطاقات هو عنوان هذه الوثيقة، من أجل أن ننجح في حمل هذا المشروع من قبل قوى سياسية وفضاء سياسي قوي.